ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا بكون قطشتكن عن شي. شو؟ ليه ساكتين؟ ما يكون وجودي مضايقكن، بس قلت انا بنتحشى سوا. انا كتير مشتاقة لخطيبة خيي. انا ولا مرة كنت خطيبة خيك. عن جد؟ بس انا خطيبته لإياد، ومش بس خطيبته، رح صير مرته. عرسنا بعد 12 يوم. ما خبرت اياد؟ ما قلت لتينا؟ ما عزمت على عرسنا ولو؟ شو بيكي بعم تردي؟ خليكي مدامك هون، ليش تروحي على بيروت وترجع تدفع تيكت عن جديد؟ هيكي هون مبسوطة؟ نزلي بالأوتيل عند إياد وببلاش؟ بتحضر العرس كمان ببلاش وبترنصي لنا وبتفلي؟ شنو؟ أمي خلينا نمشي ونحكي بعدين. ما بدي أمشي بعدكم واصلين ولو. لازم نعمل من قيمتها للستينة. أكيد بتكون جوعانة. ما قلتي لي تينا رح تبقي هون؟ مزبوط مزبوط اللي عم تقوله جنى؟ تو
وياها رح تتجوزوا؟ ايه مزبوط مزبوط يا دينا يا محترمة. عرسي انا والاستاذ بعد جمعتين. عرسي انا والمحترم. شنا خلص وطي صوتك من ناقصنا فضايح. انت اسكت. انا ما هالمرة انجد برجيك شو يعني فضيحة. هيدا خاتم عرسنا. قدم لي اياه اول ما رجعنا من بيروت. ترجيني حتى اتجوزوا على السريع. جنى خلص هذا الحكي ما له طعمه هلا. ولا ولا له طعم. له طعم كثير. مزبوط انت وياه رح تتجوزوا؟ جاوب. ليه ساكت؟ جاوب. خلص وطي صوتك. ما بدي وطي صوتي. انا عم بركض ليل نهار تحضر لعرسنا. انت بتقلي مشغول. انت جايب عشيتك لهون داير انت وياها ليل نهار. يا عيب الشوم عليك. أنا ما بستاهل منك هيك معاملة. أنا ما بستاهل منك هيك معاملة أبداً. مو أنا اللي طلبت تينا. هي كانت جاية بالصدفة لهون و... وأنا شفتها بالصدفة بس. أنت شو؟ أنت شو؟ مش أنت اللي جبتنا لهون؟ لكن مين؟ مين إياد؟ لا أنا قصدي إنه أنت كنتي مسكرة خطك وأنا ما كنت عارفة إنك أنت قررتي تجي لهون. أنا ما كنت بدي أجي لهون. أنا قبل ما أسكر خطي وقبل ما أعمل بلوك ليل نهار يبعث لي فويس مسجز يقول لي قد إيه مشتاق لي قد إيه قد إيه لازم أنا أجي لعنده. وأنا جيت لهون كرمالك من وراك. أنا كنت مقررة أكمل أعيش حياتي مثل حياة لبنت طبيعية. ما كان بدي أعيش حياة حب بالسر عايشتها مثل الحرامية مثل خرابة البيوت. أنت مش مثل خرابة البيوت. أنت عن جد خربت بيوت. جنى خلص تركني. خلص تركني. وطي صوتك. خلص ما رح وطي صوتي. أنت خربت البيوت. أنت فتي على حياتي ودمرتيها. أنت دمرتي 7 سنين كنت عم ببني فيهم أحلى عائلة وأحلى بيت. صدق اللي عم بيصير. أنت خربتي لي عرس. اسكتي واسمعي. انت السبب بكل شيء. انت مش عم صدق اللي عم بيصير. انت ليش معتبره انه انت بس اللي انخرب بيتك وانا شو؟ انا ضحيه مثلي مثلك. ليش عم بتلوميني الي ما بتلومي لاياد كمان؟ ليش ما بتعتبري انه انا كمان ممكن انقذي لما ينضحك علي؟ اياد يلي خرب لك بيتك مثل ما خرب لي حياتي واكثر ما بيتصور كمان. مظبوط رح تتجوز جنى بعد 12 يوم. أنا كنت رح أخبرك بس ده أسوأ شخص تعرفت عليه بحياتي. مبروك عليك. جنى
انا دخيلكم. ماما روقي روقي، شو بك شو بك؟ ليه ما نكلمي بوطي؟ وسام دخيلك يا ابني، كبوس كبوس، بلاطة بلاطة على صدري. دخيلك يا امي، شفت غيك ميت قدامي وجنى عم بتصرخ. وينهم؟ وين جنى؟ وينه فادي؟ ماما رح اجيب لك مي هلا. روقي لا لا، ما تتركني ما تتركني، ما فيي ما فيي شوف هالشوفة. دخيلك دخيلك ما فيني شوفه هيك. دخيلك بعرف حبيبي بعرف، بس ما فيك تتخيلي هالقصص براسك على طول. رح تموتي بالهم قبله لفادي. سنين عايشة عايشة عم صلي لربنا لموت قبله لما اشوفه بهالمنظر. دخيلك يا ابني ما تخليني اشوفه بهالمنظر. دخيلك دخيلك. رح اجيب لك مي وسكر. روقي ايه فادي منيح وكلنا منيح اوكي؟ ما تخافي روقي. خلص طلبت تعويضي والتعاقد كمان، ما في مشكل. بفتكر كان بدهم الصرف يخلصوا مني ليجيبوا محلي شي موظف شاب بيقبض قد ربع معاش. بعدك ناوي تسافر تينا تكفي درسه برا؟ اكيد كل شي بملكه اليك والا انا ما بدي شي، مع انه بعرف انه المصاري ما بتستر كل العيوب اللي عملتها، بس ممكن تخفف شوي من المشاكل اللي عم تكتر ببيتنا الصغير. غريب عائلتنا نديم، لا عرفنا نجتمع لا عرفنا نتفرق، قضينا حياتنا ومحتارين عايشين بالنص مفترقين ومش مطلقين. بنتنا لا مبسوطة ولا زعلانة، ذكية بس خشيمة بحق حالها، والهيدي أخدتها مني أنا. تينا فيها كتير إشي مني. بتحكي جد؟ أنت عطول بتلاقي حجج. رقم من برا، قولك تينا؟ رد بسرعة، رد. ألو؟ بابا أنا مش بلبنان. أنا وأمك عارفين أنك مش بلبنان. وينك؟ شو بكي؟ ليش صوتك هيك؟ خلص ما في شي، أنا رح أرجع الليلة على بيروت، بوصل بكرة الصبح. كونوا ناطرين أنت والماما بالبيت، أوكي؟ نحن على طول ناطرينك بدون ما تطلبي منا. وينك بنتي؟ شو صاير معك؟ خلص بابا بليز، بكرة بشوفكن ومنحكي. تروني اوكي؟ طيب حبيبتي نحن ناطرينك. شو نديم؟ طمني. يحيى عنده رجع مصدوم. اوكي ثانك يو. موتوسيك؟ بدك تشتري موتوسيك؟ ليش عم تضحكي؟ شو فيها إذا اشتريت موتوسيكل؟ ما فيها شي حياتي، بس هيك ما بتخيلك راكب على الموتوسيكل يعني. في مثل أنا راكب على الموتوسيكل وأنت وراي وأنا طاير طاير. لا طاير. أكيد حياتي ما فيها شي، خصوصاً إنه أنا هيك وراك وشعري عم بطير. وبعد في شغلة تانية. شو هي؟
بدي اعطيكي 10,000 دولار. بتحكي عن جد؟ شفتك وغشيت. عن جد عم بحكي. عن جد؟ بكرة الصبح هنفوت على الجماعة ناخد الفلوس اللي انت طلبتها، وبالليل هننفذ العملية. مفهوم. كمان بعد شوية مصاري لأهلي. وطي صوتك هلا بيسمعنا. تينا، تينا استني. ما بدك تسمعي أسوأ رجال تعرفت عليه بحياتك كيف بده يدافع عن حاله؟ من شو هربانة؟ كل شيء، كل شيء فايت ببعضه، كل أحاسيسي ضايعة بين قلبي وراسي. ما بدي أشوفك ولا مرة بحياتي. هربانة إيه هربانة، مش عم بتخيل اللحظة اللي رح اوصل فيها على لبنان، افتح الباب لاقي بي وامي ناطريني. بدي اغمرهم، بدي اقول لهم بعتذر، لانه كان معه الحق بكل شيء قالوا لي. شو كانوا يقولوا لك؟ انه انا عم بضحك عليك وعم اتسلى فيكي مثلا؟ خلص خليني امشي، الله يخليك خليني امشي. انا قلبي مو بقى فيه يحمل كل هالشيء، مو بقى فيه اتحمل لا حزن ولا عذاب ولا تدمير. انا صرت مدمره من جوا. حالات نازلتني كتير. أنا قبلك ما كنت هيك. اسمعيني تينا شوي. اسمعيني. أنت اللي سمعني إياد، أنت دمرتني. أنا دمرتك؟ أنت دمرتني إياد. أنا قبلك كنت، أنا قبلك كنتير، أنا قبلك ما كنت أمشي على الأرض، كنتير كنت أحلم، كنت أضحك، كنت أقطعني سيارتي بنص الشارع أضحك. كان عندي مشاكل كتير بس كنت ممشية حالي. ما كنت أنت من مشاكلي، أنت مشكلتي إياد. خلاص خلاص بليز، خلاص خلاص. كل هذا صار معك بسببي؟ بسببي انا؟ مو انت كنت عم تقولي لي انك صار لك يومين عايشه مثل الحلم؟ بس طلع حلم كذاب. ما في حلم كذاب وحلم صادق. الاحلام كلياتها كذبه كبيره بنهرب منها لما الحياه بتصير قاسيه علينا. لا تكوني قاسيه علي مثل الحياه. بدي اشوفك ولا لحظة بحياتي. إذا بتحبني عن جد خليني فل. تينا أنا عن جد بحبك. بليز ما تفلي.
الحمد لله على سلامتك. انت كيف وصلت لهون؟ ما خليت شيء ما عملته، عملت المستحيل لحتى اوصل لك، وجاي لحتى ارجعك معي على لبنان. عن جد؟ كيف بدك ترجعني؟ لا معي باسبور ولا معي اوراق ولا معي شيء، كيف؟ أنا ظبطت لك كل شيء، أنت ما تاكل أهم شيء، في طيارة بعد 4 ساعات على لبنان، قوم يلا خلينا نلحقها، يلا قوم. عن جد ما بعرف شو بدي لك أخي. بدي لي شيء. هالمرة أنا اللي بدي أقول لك. انبسطت اللي عملته؟ عملت اللي براسك. أمك كانت رح تروح فيها. أنا كنت عم بمشي بالشوارع مثل المجنون بس لحتى أعرف وينك. هذا اللي كان بدك إياه؟ أنا رح أطلع أجيب لك ثيابك وأرجع. يلا قوم صحصح شوي، يلا. شوف إذا طيارتها طارت أو بعد. لو بعد شوي بتطير. ولا يوم وقفت حبك. يمكن ما تصدقني ويمكن تينا ما تصدقني وتستجدبني لأنه بعدني بحب رجال ما بقى يحبني وعم بيخونني. غريبة بس هيدي الحقيقة. كل الوقت ضليتني أحبك بنفس القوة، بغير طريقة بس بنفس القوة. لحد ما كرهتيني بفرد مرة، ما هيك؟ لا، أنت بتعرف كتير منيح إنه مش هيك. ما أسوأ شي صار معي إني أنا رجعت اكتشفتك عن جديد واكتشفت شعوري تجاهك بالوقت اللي علاقتي مع المرة اللي كنت عم بظهر معها خلصت. ما عم بقدر أعبر لك عن الحقيقة اللي جواتي لأنه طبعاً رح تفهميها إنه أنا تركتني صاحبتي لهيك رجعت لعندي، بس هي مش هيك. أنا أكثر من مرة عشت وحيد وأكثر من مرة نهيت علاقات وأنا معك بهالبيت، بس ولا مرة حاولت أرجع لك معها. أنا كل هالوقت كنت عم استفيد من الوضع حتى أرجع لك وأنت ترفضني. مزبوط، كنتي على طول موجودة، ولا يوم اشتقت لك ولا يوم حسيت بالخطر إنك رح تفلي أو تتركيني، ولا يوم نسيتيني بالأكل، ولا مرة رجعت على البيت وما لقيتك. ما كنت عارف شو يعني غيابك لأنك على طول كنتي موجودة. هلأ عم بكتشف قديش وجودك مهم لأنه بطلتي موجودة كرمالك، صار عندك غير أولويات، صار فيك تعيشي بلاي. وهالفكرة عم تقتلني. أنا بحبك نديم، ما بقى بدي أتعذب وأعذب بنتي.
كيف عرفت اني هون؟ وين بدك تكوني لكان؟ إذا مرقت لعندك على البيت وما لقيتك. أكيد أنا مالي ولد صغير حتى أعرف إنك أنت جاي عند الأستاذ رامي. بس برأيك هذا هو التصرف السليم يا محترمة؟ هلا برمت علي كل هالبرم تتكلي راسي وتقلي إني غلطانة؟ جنى أنا مالي جاي أقول لك إنك أنت غلطانة. أنا جاي أقول لك إني أنا بحبك. بحبك عن جد وأنا ما فيني أعيش بدونك. وأنا جاي حتى أقول لك إنه أنا ما بعرف إنه تينا جاي لهون. والله العظيم ما بعرف إنه جاي. هي جاي مشان شيء له علاقة بالرقص. وأنا شفتها بالصدفة وقررت إني أنا أقعد معها وأقول لها إني أنا بدي أتجوزك وإنه خلص اللي بيني وبينها كان نزوة وخلص. جنى صدقيني أنا بيني وبين تينا ما عاد في شيء، خلص انتهى كل شيء. عن جد عم بحكي، عن جد أنا كل شيء عم بعمله كنت أنا عم دور عليك، أنا بدي أتجوزك أنت. عن جد عن حياتي عم بحكي، أنا كل شيء عم بتفهمي علي، أنا بدي رايح عم بتجوزك، عم دور عليك أنا كيات الشوارع. جد عم بحكي عن جد الشوارع عم دور عليك، شو عم تعمل؟ دور عليك كل شيء عم بتعمل، شو عم تعمل؟ 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 شو عم تسمعيني شو عم قلك؟ ايه حبيبي عم بسمعك. خلص حبيبي روح على البيت نام مرتاح. انا هلا بعد شوي بروح على بيتي كمان برتاح. بكره بنقعد انا وياك رايقين ونتفاهم على كل شيء. اوكي حبيبي. اتفقنا مفهوم؟ ايه حبيبي. خلي التليفون عندك. اكيد رح دقلك بس وعد قولي وين رح كون. اكيد. لا حبيبي. ايه ان شاء الله بينا بقى ولا ايه؟ يلا يلا انا صرت جاهز تقريبا خلصت. شو شباب قولولي رجعين لهون ولا لا؟ لا بس اخذ المصريات رح اقسمهم ووزعهم وروح شوف اهلي وبعدين برجع لهم. رح ترجع هتلاقيني مستنيك هنا. الناس اللي احنا بنشتغل معاهم دول ما ينفعش معاهم الغلط. عملية بالليل دي عملية مهمة. والناس اللي بنشتغل معاهم بيحبوا يأمنوا على كل حاجة من بدري. فاهمين؟ أنا جاهز. تمام. زوزو. هاي ماما كيفك؟ أنا جاي لعندك مستقبليني هيك مثل ما كنت بنت صغيرة. المهم انت ما لازم تخنق نادين، لازم تستوعبها، خلينا نفهم منها شو صار، اوكي؟ حبيبتي
تينا ماما احذري شو صار بغيبتك. شو؟ انا وبابي تصالحنا. زمان الماضي عود ورجعني على مدرستي، ويا زمان الماضي عود ورجعني على مدرستي. شو هدول؟ عمتي ايباد. شو يعني ايباد؟ مثل الموبايل بس كبير. يعني بيصور؟ اي طبعا. هات لنشوف. تعي ناخذ سيلفي. شو يعني سيلفي؟ طلعي؟ اه طلعي على النقطة السوداء فوق. ايه. واحد اثنين ثلاثة. ورجيني لشوفه. تعي شوفي. ورجيني قوام قوام قوام. ولي باخذ العقل. نحن اثنين بناخذ العقل. صحي وينه جدي؟ راح على الدكان لانه صار في عنده اصحابه بيتسلى معهم بيلعبوا طاوله هني. اسمعوا لكان عندي لكم خبريه تاخذ العقل. هات لشوف يا عنتر زمانك. خير ان شاء الله. امبارح كنا عم نحكي انا وزهره فخبرتني انه اهلها وافقوا يجوزونا لبعض. يو بس قال بدهم العرس وكتب الكتاب بيوم واحد. حلو. وعمومتها ما رح يقبلوا يروحوا. إن شاء الله عمرهم ما يجوا يبعث لهم حمى، وخاصة هذا يلي بيعمل هيك وبيأمز مثل القرد، يخرب بيته ما حبيته ابنه. إيه وشو ناوي تعمل يوم قواص؟ عمتي بربك هذا السؤال بينسأل؟ يعني شو بدنا نعمل؟ أكيد بدنا نتجوز. إيه. إيه. الجواز. سامية اسمعي هالخبرية. هات لنشوف. أنا خلاص وعيت وما عاد فكر بالتمثيل. لا بده يخسر الوسط الفني. فقررت روح لعند عمي محمود وأبي واشتغل معهم بالدكانة، هيك بطلع مصاري وبأمن مصروفي. هاي الخبرية اللي بدها زلغوطة. طرقيها. وأطول زلغوطة كمان. طرقيها. أوه ومجد بطل يصير ممثل. أوه ويا فرحتنا ويا سعدنا. أوه ويا جيران غنوا معنا. ايه منيرة بك عشوم علي الموسيقى ومبسوطة بنتك ريش حمخينها هي وإياد وفيك تعرسها وانت ما بالك بشي. بنتي بعد صبية ميت واحد بيتمنوا على سرميتها. إذا راح العريس عمره ما يرجع مية غيره أحسن منه، بس الخاي ما بيتعوض. الخاي خي حنون وبيحبها، بكرة شوف بيرجعوا بيتصالحوا وبيصيروا حبايب. هيدا فهدي. ألو تقبرني يا أمي، كيفك اليوم؟ يا حبيب قلبي طلع طلع. طيب حبيبي يلا أنا نازلة يلا. أكيد ما بده يطلع لما يشوفني. الليموني حامضة بيلبق له. أنا نازلة. إيه اللي بيحب يعيش مع زوز ونبيل ببطل يقدر يعيش هون بهالبيت. تقبرني يا تقبر امك انت يا حبيب قلبي يا فادي. تقبر عندها لامك يا روحي انت يا عمري يا حياتي انت يا امي يا عمري يا امي. ماشي ماشي نطلع على البيت. بيك مشتاق لك كثير، ما بدك تسلم عليه. انا مش جاي اسلم لا عليكي ولا على بيي، جاي لك شغلة وعطيك شي وامشي. شو في يا امي؟ شو القصة؟ طمني يا حبيبي. خديهو. شو هاو؟ 25,000 دولار. شو؟ هودي لألك ولبيي، هودي من تعبي. امي انا ما بحيتي ساعدكم بشي. من وين جبتن يا امي؟ قلتلك هودي من تعبي، بس أعرف إنك رح تصرفين أنت وبي رح أكون كثير مبسوط. يا أمي أنت بحاجة لإلهم أكثر منا. أنا معي غيرهم أمي، بس خبري بيانو هودي لإلك ولبي. فادي تقبرني يا ماما ما تروح، ماشي نطلع على البيت. يا حبيبي أختك جانا راجعة اليوم من السفر، خلص تركت خطيبة وفكست العرس ورح ترجع تعيش معنا هون بلبنان، نرجع نعيش كلنا سوا عائلة كلنا مع بعضنا. ماشي يا حبيبي يا تقبرني، بنعيش كلنا سوا عائلة مبسوطين. إن شاء الله أمي إن شاء الله.
بس بدي بس ترد علي. الله يرضى عليك يا ابني، الله يحميك. أنا وبيك بنحبك كتير. تقبرني يا أمي، أنا على طول بدعي لك ورح ضل ادعي لك. هيدا أحلى حكي سمعته بحياتي. أنا بالأوتيل، في شي؟ بعد ساعتين رايح على المطار جيب جانا وحس حالي متضايق شوي، قلت بجي بشرب عندك قهوة. إيه طبعاً أكيد. نبيل، شو رأيك أعمل لك أرجيلة بتروق لك أعصابك؟ هو إيه اللي بيحصل؟ فين فادي؟ ليه ما بردش عليك التليفون؟ ما بعرف، ما حكيني. والله؟ إيه. غريب الواد ده على فكرة. تعرفي ايه؟ انا ما اعرفوش. نبيل عم توجعني. وانت ليش شفتي وجع؟ تعرفي ايه؟ انا ما اعرفوش. انطقي. ما عارف شيء، ما قال لي شيء. ما قالكيش ان هو ياخد فلوسه ويمشي؟ ما قالكيش ان هو مش هيرجع لهنا تاني؟ لا لا، ما هيك. متأكدة؟ ما هيك. اتأكدي بقى أكتر. قال لك إيه؟ خيبت. ما تقتلني. ما هقتلك مرتين. قال لي راح لعند أمه تيعطيها مصاري. وأمه قالت له إنه أخته جنى رجعت من السفر وتركت خطيبها برا على طول. هو قال لك كده؟ وقال لي انه بده ينطر على جنى تيشوفها وبعدين رجع لهون. يعني رجع تاني يعني؟ اكيد. اكيد. ما قلتليش لي كده من الاول؟ عصبتيني. شو اللي صاير؟ ليش جانا راجعة؟ كنت عم بتحضر لعرسها هونيك، شافت تينا، قامت لحقتها كمشتهم صباح هي وإياد. معقول يا زلمة؟ معقول تينا تعمل فيي هيك؟ أنا حبيتها، كنت ناوي أرتبط فيها، تلحقوا للزلمة لهونيك وهو عم بحضر لعرسه؟ رح جن يا زلمة، رح جن. كيف صار كل شيء هيك بسرعة؟ كنا نحب بعض وكنا كل يوم سوا، بلحظة هيك اخترب كل شيء. وانت لساتك بتحبها؟ بالنهاية ما في ضل نحبها وهي عملت فيي هيك، بدي وقت اتعود على الفكرة. حبت واحد تاني وانغرمت فيه بلحظة. أنا مصدوم كتير رامي. جيت لعندك لأنه أنت أكتر واحد معقول يفهمني هلأ.
انه كان لازم تروحي لعنده حتى تتاكد انه عم بيكذب عليك، ولو يا تينا ولو يا ماما على القليل. هيدا هو هاتي لهون. لا بابا بليز بليز روقي روقي بيك بحكي معه. اسمعي يا استاذ يا محترم، بعد مره بشوف رقمك على تليفون بنتي بحلف لك ببنتي اني راح اذيك. وانا صحيح رجال مني صغير بالعمر بس بعدني منيح وبعجبك لما اشوف بنتي بخطر، مفهوم؟ ما تعذب حالك وتفتش علي، أنا بالمطار وراجع على لبنان. الله يوفقك بحياتك وانتبه على زينة. صعب كمل حياتي.
انسى انفاسي شو صعب انسى حبيبي والاصعب كمل حياتي.